سفيان مرحبا بك في مراكش اول حاجه. الله يبارك. دابا دابا شي قبل من 5 دقائق ياك قبل 5 دقائق سينيتي ربع ساعه ربع ساعه مع الثلاثه في الدرج. شحال من عام سفيان؟ هي العاب كاين تسد العام قبل الجديد يعني بحال غادي تقول موسمين عامين ان شاء الله. كيفاش جا انا اللي عرفت بان هذا العام ما عنديش حق لعبت في فريق في المغرب من غير كوب مراكش باش نطمئن الناس ما يقولوش ديك راه جا عام وغادي يمشي بحالو. حيت انت دابا غتكون في اول تواصل من كاس سبور الموقع ديال رياضه مراكش مع الجمهور تاع مراكش اللي غادي تبدا معاه واحد الصفحه جديده. سفيان انا عرفت بان هشام دمعي تثبت بك بغاك تجي. المسيرين ما لقاوش معاك مشكل كبير في المفاوضات واش هادشي سفيان بغى يرجع يلعب الكره ولا بغى يعاود يرجع سفيان العلودي من البوابه ديال الكوك؟ شوف هو علاقتي بهشام دمعي علاقه خاصه فهمتي من الناس اللي خلوني اني نوقع في فريق الكوك مراكش بهذه السرعه هذه وفي الفتره هذه. هو هشام دمعي علاقتي به علاقه خاصه على غرار زوج الاخ ديالي عبد الرحيم السعيدي اللي وقع مؤخرا فريق الكوك مراكش هو كان عنده واحد التاثير باش اني وقعت. كما قلتي مفاوضات ما كانتش مفاوضات طويله وقيلا هضرنا تقريبا واحد نص ساعه ولا كاملهش الهضره صافي وتم الاتفاق على البونو ديال العقد والمسائل الماديه. المسائل ما كانش فيها اختلاف اصلا انا ما عنديش مشكل في المسائل الماديه. ف الكوكب المراكشي ماشي جيت ناخذ كوكب مراكشي كباب باش اني بالعكس كوكب مراكشي فريق كبير فالتاريخ ديالو وراي التاريخ ديالو كيشهد عليه اللاعبين اللي دازوا فيه لاعبين كبار كبر من العلودي نفسه دازوا فيه على غرار طاهر الخلاج داخل الدميعي على غرار اخرهم البهجة اخرهم صلاح الدين السعيد لاعب منتخب الوطن. فهذا شرف شرف كبير لي اني نحمل القميص ديال الكوكب المراكشي. فاللي نقدر نقوله هو اننا غادي نوعد الجمهور باش ان المظهر اللي ظهر به الفريق الكوكب المراكشي السنه الفارطه غادي نحاول ان شاء الله باش نظهروا به هذا الموسم هذا. فانا ما غاديش نهضر على الطموحات الشخصيه لان الا ما كانش طموحه جماعيه مع الفريق ما يمكنش الطموحات الشخصيه ديالك انها تبرز وانها تتحققها. بطبيعه الحال باغي نرجع المستوى ديالي باغي ندير وكيله ما كانش مجموعه كامله متحده ما يمكنش. غادي نحاول قبل ما نساعد نفسي غادي نحاول نساعد الزملاء ديالي باش نحققوا النتائج الايجابيه للفريق. ان ملي كتكون نتائج ايجابيه الفريق كتكون نتائج ايجابيه لكل واحد كل واحد في المجموعه كيظهر بواحد المظهر جيد. فهاد اليومين هادي اللي دوزت في مراكش واليومين اللي كانت قبل رمضان جيت مراكش انا كنعرف لاعبين كاملين تقريبا لاعبين كاملين تنعرفهم سواء اللي لعبت ضدهم في فرق اخرى او اللي لعبت معاهم فريق رجاء البيضاء. فاللي غادي نقول انا عندنا مجموعه عندنا فريق عندنا مدرب عندنا مسير من محترف شاب عقلاني كيفهم في الكره كما تنقولوا. جمهور كوكا مراكشي ما يحتاجش اننا نقولوا ليه خصكم تجيو تساندونا فراه كما كيشوف نتائج مخيبه الامام المنتخب الوطني ورغم ذلك كيجي الجمهور المراكشي يتفرج انه كيبغي الكره. فاحنا اللي نوعدهم ان غنعطيهم واحد الكره مزيانه غنعطيهم واحد الكره جميله اللي تخليهم انهم يجيو بواحد الكثافه. من كلامك سفيان كاينه العزيمه وبين كاينه العزيمه ما عرفتش علاش سفيان انا حسيت بك بحال شي واحد مظلوم وبغى يبين بانه مظلوم. وهذا علاش بين قوسين نذكر بانه انت جيتي قبل درتي واحد التست ميديكال في كل شيء زعما انا راه ناضي. لا انا قبل كنت قلت لهم بغيت نجيب لي تيست ميديكال اللي كانوا عندي ولا ندير دي تيست اخرين ولا ما عنديش مشكل. ملي قالوا لي غادي تجي دير تيست ميديكال جيت اجان بعدا جيت فاط جيت صايم جيت مستعد لجميع الاحتمالات لان كثر القيل والقال دار رجلو خطر رجلو لا يعقل ان هذا اللاعب هذا بزاف د الحوايج. فريق الجيش الملكي فريق كبير كلشي كيعرف فريق الجيش الملكي كلشي كيعرف الامكانيات اللي عند فريق الجيش الملكي كلشي كيعرف الطاقم الطبي والاجهزه الطبيه اللي عند فريق الجيش الملكي. يعني فريق الجيش الملكي لو كان شاف بلي كاين واحد الخلل بسيط في الشخص ديال سفيان العلودي ما كانش غادي يوقع عليه لمده موسم الموسم اللي فات وهذا الموسم. ف يقدر يكون ما كانش عدم انسجام داخل الفريق اللي خلات اني ما نضربش. يمكن انا تنظن سفيان كان تيحتاج واحد الفرصه كبيره للاعب وما خداهاش. يمكن كان خصني الوقت كما تنقولوا كان خصني مقابلات كثيره باش اني الغلط الواحد اللي كنت درت هو اني ما كنتش كنلتحق بالفريق بهذه موسمه ما كنتش كنلتحق بالفريق من بدايه الموسم يعني من التحضيرات كنجي في وسط السنه ولا حتى كتفوت فتره ديال التحضيرات كنكون وصلنا للمقابلات. فهذا هو اللي كان كيصعب عليا شويه الماموره كنت كنلقى الزملاء صحابي فايتيني في الليطا فيزيك ديالهم ولا في المسائل البدنيه ديالهم. فانا حاولت هذا الموسم هذا باش اني نلتحق بالفريق قبل ما تبدا البطوله على الاقل بواحد شهر ونص ولا شهرين باش نكون جاهز بدنيا بالدرجه الاولى
ان الكره راه عندك في رجليك، راه ما يمكنش هذه سنوات انت كتلعب كره عاد باش غادي تجي تعلمها عاوتاني. فاللي كتنقص عندك هي المسائل البدنيه، غادي نحاول ان شاء الله باش نكون عند حسن الظن ديالهم. الحديث ديالي قصير مع المدرب، قال لي سولني سؤال، قال لي واش انت مستعد لمجموعه من التضحيات؟ قلت له انا مستعد لجميع التضحيات، ما عنديش مشكل. والخطاب كان عندك مع الدميعي هو انك تكون موجود، موجود ان شاء الله، لان خصني نكون موجود كل شيء. انا قلت ليه، قلت لي راه تعلمت واحد الحاجه، وسيرتو ملي خرجت الاحتراف ولا جيت تعلمت واحد الحاجه، ملي كتكون خرجتي مع واحد الفريق او وقعتي عقد مع ذاك الفريق، فراك وليتي جندي يعني صولدا، هز ماتيريال ديالك سير حارب هنا في مرسلو، غادي تمشي يعني يقول لي يطلع جبل غنطلع جبل، ما عنديش اشكال. فقرر الاخر كيبقى لي هو التنفيذ، كيبقى لي هنايا بطبيعه الحال. انت غادي تنفذ التعليمات ديال المدرب اللي تيبان بانه دايز لو كورون بيناتكم، هذه اهم حاجه. هو مادام وقعتي مع هذا الفريق، الا وراك وقعتي على موافقه، مبدا موافقه، بعدا كاين على الطاقم التقني والطاقم الطبي ديال الفريق، لان خصك تكون الاشاره ديالهم، اي حاجه تطلبها منك خصك تطبقها. ما كاينش تبدا تشرط عليهم، شنو هو تبغى تشرط، دير فرقه بوحدك وسميها سميتك، دير فرقه ديالك بوحدك، الشروط ديالك هي اللي غتلعب بها. ملي تجيتي كتلعب في واحد الفريق اللي هو فريق كبير، خصك تلتزم بالقوانين ديالو الداخليه والقوانين الخارجيه ديالو، خصك تلتزم تحترم الجمهور ديالو، تحترم اللاعبين بالدرجه الاولى داخل رقعه الملعب وخارج الميدان، تحترم الطاقم الطبي ديالك، تحترم الطاقم التقني، تحترم المسيرين، المهم مكونات الفريق كامله تحترم باش هي تقدر تحترمك. الا احترمتي الناس تما غتحترم. نتمنوا لك التوفيق يا سفيان. الله يخليك. وقفناك في السميته ديال مراكش، انت تولف باش يلاه تولف عليها دابا. تفرونسا شويه. التسويكه راه ناضيه. واش الجمهور تاع الكوك بغا يشوف ثاني ديك الجزائر ولا ديك ال كانوا باغيين هما يشوفوها، راه غادي نبقى نديرها، بغاو يشوفوا شي حاجه اخرى يقولوا لي شنو باغيين وانا معاهم ان شاء الله. انت ذاك الطريقه الاحتفال ديال الجزائر وكذا. هذه طريقه الاحتفال كانت خاصه بجمهور فريق الرجاء البيضاوي، انا كنت فيما مشيت كنهديها لهم. دابا غتكون شي حاجه سبيسيال الى لاحظتي فرق ديش ملكي ما عمري درتها باش ما نطيحش في المشاكل ديال ان شدر شي حاجه ديال الرجاء. الا كانوا يرخصوا لي الجمهور ديال كوكو مراكش اني نبقى نحتفل بنفس الطريقه، راه مرحبا، ما فانش كانوا باغين شي طريقه اخرى غير يقولوا لي شنو الطريقه وانا معاهم. ماشي ان شاء الله. المهم انه تضرب هذه الشبكه، اي داك الشبكه احتفل كيما بغيتي ان شاء الله. المهم انه ماشي مهم اني نضرب الشبكه بالدرجه الاولى، المهم هو اننا الفرقه تربح، ما نساليو الصفر لاربيت نهائي، نكون عندنا 3 بوينت على القات لنا في الطابلو ديالنا، سواء انا اللي ماركيت سواء حز الملاح ديالي، ماشي مهم، هذا هو اللي مهم عندنا هو 3 بوينت ديالنا ان شاء الله. انا اللي كنعرف سفيان العلودي بانه عنده واحد لا فورس ديال الكاركتر في دماغه مزيان سفيان، وهذا اللي غادي يعاونك، ونتمنى لك التوفيق ومرحبا بك سفيان. الله يبارك فيك. مراكش وفي مراكش. الله يبارك فيك.